تحية سام ابن سينا، وماذا نرى لهذا السام الذي كنت أتوقع أنه هيفتد من المناطق دي؟ وكان عامل لي تصحيح مكتمل، كان جاي على شكل إبسي واضح جدا جدا. لو احنا ملاحظين عملت ضل على شكل ABC، ولكن السام صعد مرة أخرى واداني هبوط خماسي على شكل 1 2 3. توقع تراجع بسيط بـ4 وهعمل قاع جديد ما قبل ما وصلت الاتجاه الصاعد. طيب أنا السام المفروض يصحح لحد فين؟ المفروض احنا قلنا الموجة التالتة دايما بتصحح ما بين مستويات ال 38 إلى مستويات ال 50 فيبو، فأنا ما زلت واقف عند مستويات دعم قوية جدا عند مستويات ال 50 فيبو. أعتقد إن السام ممكن يتراجع شوية ويقرب من مناطق ال 61 فيبو، اللي هتكون بالقرب من المناطق والدعم القوي بتاع الموجة الأولى. وأعتقد إن احنا هنكون ممكن ننزل لحد مستويات ما بين ال 2 جنيه و90 قرش. يعني أنا ما زلت منتظر من السام إن هو يديني تكة هبوط. لو رحت على فريم 5 دقايق عشان اشوف اخر الهبوط، اعتقد لسه قدامه شويه. يعني حتى باين عندنا ان هو، يعني بس باين عندنا حتى على الفريم الصغير ان انا عملت 1، ده كله كان 2، وما زلت بعمل 3. اعتقد ممكن ننزل نعمل قاع جديد ما قبل الصعود. يعني لو شفت ردة فعل من المستويات القريبه من دي، انا ممكن انزل بيها بس لحد مستويات ال 2 جنيه و90. اعتقد هينزل لمستوى 2 جنيه و90، وما زالت حتى الان المستويات الحاليه مستويات مرضيه، وما زلنا نبحث عن قمه. ليه بنبحث عن قمه؟ لان الدوره السعريه اللي احنا فيها اصلا لسه ما انتهتش. يعني ببساطه انا ما زلت ببحث عن قمه جديده اللي هي الموجه الخامسه. انا شايف ببساطه ان انا عملت ده كله كان 1 2، وده كله كان 3، وتراجعوا بشكل ABC على 4، وما زلت بستهدف قمه جديده هتودينا ان شاء الله لمستويات ال 4 جنيه وبالتوفيق. تحياتي ام ام جروب، وماذا نرى لهذا السهم اللي اعتقد مش هيقدر يحافظ على مستويات 6 جنيه و40 قرش او منطقه الطلب اللي كنا محددينها، وما زلنا نستهدف قاع جديد ما قبل مواصله الاتجاه الصاعد، وما زلنا نبحث عن قمه لهذا السهم. انا عندي الموجه الثالثه الفرعيه بدات من المستويات دي، واعتقد ان انا ببحث عن مستويات ما بين مستويات ال 38 الى 50 فيبو، اعتقد انها تتكسر، والاقرب ان احنا نروح لمستويات 6 جنيه اللي هي مستويات 61 فيبو. المستويات دي بتتناغم مع القمه السابقه، ودي بتشكل لي دعم قوي جدا بالنسبه لي. ولكن خليني ابص على هيكله الهبوط اللي انا فيها حاليا. اعتقد ان انا عندي تصحيح جه على شكل، على هذا الشكل، عملت ضلع تصحيحي وصعدت على شكل ABC، وحاليا بعمل ضلع. اعتقد الضلع قد يذهب الى مستويات 6 جنيه ما قبل مواصله الاتجاه الصاعد، واتوقع ان هيكون في دايفيرجنس. واضح ان في دايفيرجنس، واضح ان اي تراجع هيكون فرصه شوائيه لهذا السهم، ولكن لا شراء ما قبل انعكاس حقيقي. كمان انا بيشكل عندي دعم قوي جدا في المناطق دي، يعني اعتقد كسر مستويات 6 جنيه هيكون صعب جدا جدا، ولكن ما زلنا نبحث عن قاع جديد ما قبل التحول على اتجاه صاعد، وما زلنا نبحث عن قاع جديد وبالتوفيق. تحياتي راسكم من الاستثمار، وما زلنا نستهدف هبوط الاسعار الى مستويات ما بين ال 35 قرش الى مستويات ال 34 قرش، وما زلنا نبحث عن قمه جديده. اعتقد ان احنا هنروح ما بين مستويات 56 لمستويات 57 كهدف محتمل لهذا السهم. هذا السهم عمل لي دوره سعريه لسه غير مكتمله، عملت منها 1 وعملت 2، ده كله كان 3، وعملت تصحيح على شكل ABC لسه ما اكتملش، واعتقد انه هيتعمق لحد المناطق دي وابحث عن قمه جديده لهذا السهم. كمان لو احنا قلنا ان الموجة التالتة بتاعتنا دايما بتعمل تصحيح ما بين مستويات ال 38 الى مستويات ال 50 فيبو، الاقي نفسي قريب جدا من مستويات ال 50 فيبو اللي انا بتكلم عنها. ومستويات ال 50 فيبو كمان مهم انها عند مناطق بيجز 4 اللي هي مناطق بتاعت الموجة الرابعة الفرعية، واعتقد ان هي مناطق قريبة جدا من المناطق اللي احنا بنستهدف الشراء منها. ما زلت ارى ان المناطق اللي ما بين مستويات ال 35 الى مستويات ال 36 مستويات ممتازة للشراء، وما زلنا نبحث عن يعني اي انعكاس واضح
وبعد كده نستهدف شراء. اعتقد ان احنا هنلاحظ ضعف واضح ما بين مستويات ال 36 الى مستويات ال 35 قرش، واعتقد انها تكون مستويات جدا ممتازة للشراء، وما زلنا نستهدف البحث عن قمة جديدة. وبالتوفيق. تحية اسماعيل للدواجن، وماذا نرى لهذا السهم الذي ما زال يتداول بقوة هبوطية؟ وأعتقد إن احنا التصحيح بتاعنا يعني أوشك على الانتهاء، أو ممكن يكون ليه تكة بسيطة ما قبل تكملة الاتجاه الصاعد. وشايف إن احنا كل ما نقرب من مناطق دي هيكون فرصة شرائية. المناطق اللي عند مستويات 10 جنيه و35 قرش لحد مستويات 10 جنيه، لو أنا بصيت وقلت إن أنا عملت دورة سعرية مكتملة جت معايا على هذا الشكل، فلا باين قوي ان انا عملت واحد، عملت اتنين، ده كله كان تلاتة، وتراجعت باربعة وعملت الموجة الخامسة. لو نزلنا على فريم 5 دقايق هتكون واضحة قوي، واحنا عندنا موج دورة سعرية مكتملة. بستهدف منها ايه؟ بستهدف تصحيح بتاع اللي يكون عند مستويات ما بين 61 فيبو لحد مستويات 78 فيبو كعادة الموجة الأولى. ولو لاحظنا هنلاقي ان احنا قريبين جدا من مستويات 61 فيبو اللي هي عند مستويات 10 جنيه و30 قرش، واعتقد ان هي كمان عند قمه الموجه الاولى، ودي بتشكل لي منطقه دعم قويه جدا جدا. وما زلت بستهدف ايه؟ ما زلت بستهدف قوه وصعود لهذا السهم. السهم ده بدات الموجه الثالثه الرئيسيه منه من عند المستويات دي، عملت منها واحد، ده كله كان اتنين، وما زلت بنتظر كمان مزيد من الهبوط، وما زلت بستهدف بعد كده قوه موجه اقوى واعنف من المستويات دي. اعتقد ان الموجه الاولى جت قويه وجت عنيفه، فالموجه الاخيره والموجه الخامسه من هذا السهم هتكون جايه على شكل وتد او قطريه، وهيكون مستهدفاتها ضعيفه، لان دايما بيبقى في تبادل بين الموجه الاولى والموجه الخامسه. والموجه الاولى جت قويه، فاعتقد ان الموجه الثالثه ممكن تستهدف مستويات ال 100 ال 200 فيبو كمان من المستويات دي. فاعتقد ان احنا اول هدف عندنا هيكون عند مستويات ال 18 جنيه و30 قرش، والهدف الاخر هيكون عند مستويات ال 20 جنيه و70 قرش. اعتقد ده اللي هيبقى اقرب يعني للحدوث، ان احنا ممكن في الدوره السريعه دي نضرب مستويات ال 20 جنيه 75 قرش. ما زال للسهم مزيد من الاهداف، وما زلنا بنعمل تصحيح طبيعي جدا، وممكن يكون لحد مستويات 78 فيبو كعاده الدوره السريعه الاولى. ولكن لو لاحظنا حاجه، هنلاقي لو انا خدت وقلت هياخد نفس طول الضلع ده من الموجه سي اللي حصلت عندي، هلاقي نفس رايه عند المنطقه اللي احنا بنقول عليها اللي عند مستويات ال 10 جنيه. يعني ما زال السهم مزيد من الهبوط، اي تراجع في المناطق دي هو فرصه شرائيه، واعتقد ان السهم ما زال يتداول في مناطق جيده جدا، ولكن الصبر حتى ينتهي التصحيح ويحصل انعكاس واضح، وبعد كده نستهدف الشراء. وبالتوفيق.